ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلدتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلدتين، ما تخلوناش نعملها معاكوا بقى. ما تخلصي يا أختي انتي وهي، مستحملاكوا بس عشان الست صباح. أنا ممكن أشيكوا في وشكوا عادي يعني. أسفة أسفة يا ست الكل أسفة. وانتي يا أختي اطلعي كده. اوكي، تالت حاجة، الفيل الأبيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هما ايه دياجونال ده. اشرحي لهم انتي. الفيل الأبيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. اه سان بوكسا. الفيل الأبيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا اعملي ايه؟ استني يا ولادي بتعملي ايه؟ ما انت قلتيلي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجه بسرعه اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابيه البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. الوزير الأسود يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ أنا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحة حتة. لا خلاص يا صباح، اللعبة خلصت. خلصت خلاص؟ أيوه. ومين اللي كسب؟ أنتِ، أنتِ الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقفنا صباح يا جماعة. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ اقعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شريهين، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دكتوره، البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطة دي تحتيها حاجة. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجة عشان نكسرها بيها. خالتي. اه. معاكي حاجة اكسر بيها البلاطة دي؟ يا أمو سماح. أموري يا حبيبتي. معاكي حاجة يا أختي نكسر بيها؟ هشوف لك. أنتِ ورزقك بقى. أهو لقيت لك شاكوش أهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ما بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه يا كي. يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد. اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شريهين. لا يا نيلي. خلاص يا شريهين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا جدو يا خلص. لا لا يا جدو يا خلص. لا ثانك جاد ان في ميه. هاي شريهين، حليتي كلمة المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى.
بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حلتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة. ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قعدنا. انت نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه؟ ما الجو هادي اهو وجميل، والهواء يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي، عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط، قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجلة الجميلة دي حلينا الكلمات المتقاطعة. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا، هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد. وبصي بقى ايماجينيشن، هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرين، انت محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا مسامح؟ سجاير ايه اللي ام ازرق والله ازرق عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالتي مسامح والنبي والنبي، الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ اشوف لك. يا رب يخليك. اللي دي ما بحبهاش. خدي هاد الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي حبيبتي، شكرا. ام سامح يا اختي، ما تشوفي كده جات لي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات، بص هتيجي بعد ساعه. عايزين حاجة يا بنات؟ خالتي شوفي عند أم سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا أم سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحة ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا أم سامح. مش معقول أم سامح، أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب ام سماح انا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي. خدي استني. اشربي يا اختي بقول انا مش شايفه. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي شوفي اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه، خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه؟ عينيا يا اختي. يلا على اذنك يا اختي. بدالي كل حته. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا قعدناهم، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة بس. أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة، إحنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية، بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا وإحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجاحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو فيه إنذار، مين اللي قال لك إن هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز.
يا جماعه مش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعه صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارنا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى، من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام.